بعد ما تعرفنا على درجات الحرارة المتوقعة، خلينا كمان نشوف أسعار العملات والذهب النهاردة أخبارهم إيه ووصلوا لإيه. نشوف النهاردة سعر الدولار الأمريكي اللي وصل سعر شرائه ل 15 جنيه 61 قرش، أما سعر البيع 15 جنيه 71 قرش. سعر اليورو للشراء 18 جنيه 49 قرش، أما سعر البيع 18 جنيه و70 قرش. الجنيه الاسترليني سعر الشراء 21 جنيه 55 قرش، أما سعر البيع 21 جنيه 79 قرش. الريال السعودي النهاردة سعر الشراء وصل 4 جنيه و15 قرش، أما سعر البيع 4 جنيه و18 قرش. نروح لأسعار الذهب النهاردة ونشوف كمان وصلت لإيه. عيار 24 سجل النهاردة 881 جنيه، واستقر عيار 21 عند 771 جنيه، أما عيار 18 فوصل ل 661 جنيه. أما سعر الجنيه الذهب النهاردة فسعره 6168 جنيه.